هالو جايز، مستر احمد دراب، انا اول انجلش كلاس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر احمد دراب وفصول اللغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله اليونت 4 ليسن 2. احنا خلاص خلصنا الليسن 1 المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله معانا برضه مجموعه الكلمات، هنخش في الكلمات بتاعه النهارده، وعايز تركز معايا ان شاء الله عشان كلمات النهارده فيها ايه، فيها شويه كلمات نطقها ممكن يكون صعب شويه عليك. تمام، يلا بينا نخش في الكلام في الكومنت في الكلمات. واول كلمه معانا هي كلمه كونتنت. Content. Content. To be content means to be happy and not want more. انك انت تكون راضي بانك انت ما تكونش محتاج حاجة تاني وسعيد باللي انت فيه. Content. زي مثلا ما نقول في المثال The baby looked very content sitting on the floor. The baby looked very content sitting on the floor. يعني الولد يبدو عليه انه هو راضي جدا بالقعدة على الارضية او النوم على الارضية او اي كان بيعمل على الارضية بتاعته. الكلمة اللي بعد كده بتقول accept. If you accept to something to happen you believe it will happen. يعني انت لو متوقع هاي تحصل وانت عندك ايمانها هتحصل. زي مثلا لما بنقول I accept the bus to be here very soon. انا اتوقع انه الاتوبيس هيكون هنا قريب جدا ان شاء الله. تمام، الكلمة اللي بعدها تقول frequently. تمام ناخد معنى الكلمة. When something happens frequently it means happen often. يعني لما كنت هاي تحصل بالتكرار بتحصل غالبا. يعني زي مثلا لما بنقول we meet frequently either at the beginning or the end of the week. يعني احنا بنتقابل عادة يا اما في بداية الاسبوع او في اخر الاسبوع. الكلمة اللي بعدها هي habit. A habit is a thing that you do often. A habit is a thing you do often. طيب ايه الكلمة او ايه الجملة بتاعتها؟ جملة هنقول مثلا smoking is a bad habit that can kill you. التدخين عادة سيئة ممكن تقتلك، خاصة في الايام اللي احنا فيها ومرض كورونا اللي احنا فيه دلوقتي. يا ريت لو كنت بتدخن وبتسمعني دلوقتي بترجاك كفاية. Instruct means to teach. Instruct means to teach. My teacher instructs us in several subjects. My teacher or our teacher instructs us in several subjects. يعني المدرس بتاعنا بيساعدنا في مختلف المواد أو بيشرحلنا مختلف المواد أو بيوجهنا في مختلف المواد أو بيعلمنا حاجات كثيرة في المواد. يعني الكلمة اللي بعديها appropriate. When something or when a thing is appropriate, it's right or normal. لما يكون الشيء ملائم يبقى شيء طبيعي أو عادي. زي مثلا لما نقول it's appropriate to wear a suit when you go to the office. يعني انت من الطبيعي انك انت تلبس بدلة او تلبس حلة كويسة وانت رايح المكتب بتاعك ورايح شغل بتاعك. طبيعي مش هتروح مثلا بالبرمودا. يعني الكلمة اللي بعديها avoid. To avoid something to stay away from it. يعني انك تتجنب حاجة انك تفضل بعيد عنها. زي مثلا لما نقول avoid the broken pot in the floor. يعني تجنب الكوباية او الجزازة المكسورة في الارضية. في جزازة اتكسرت فانت المفروض تتجنبها. الكلمة اللي بعديها behave. To behave is to act in a particular way, especially in a good way. يعني انك انت تتصرف بشكل مخصص وخاصة لما يكون بشكل كويس. يعني ايه behave؟ زي مثلا لما نقول She always behaves well when her father is around. يعني دائما بتتصرف بشكل كويس لما يكون ابوها موجود. بتخاف شكلها كده بيضربها. الكلمة اللي بعديها انا هصدمك. انا عارف معلش هصدمك. الكلمة اللي بتظهر دلوقتي جنبي دي بتتقال calm مش calm، لا calm. خد القاعدة دي مني جدع. انا كده حرف الام قبل حرف ال شيل حرف ال بيبقى مش منطوق. calm. طيب خلينا ناخد مثال كده او ناخد معناها. ناخد مثال الاول على طول. A nice warm bath makes me so calm. يعني لو في حمام ساخن انا بدا بشعرني به الهدوء جدا جدا فوق ما تتخيل بصراحه. طيب تمام، الكلمه اللي بعديها والكلمه الاخيره معانا ان شاء الله في الفيديو ده هي كلمه concern. ما تقولش concern، لا
concern. concern. concern is a feeling of worry. concern is feeling of worry. يعني القلق هو الشعور بالخوف. زي مثلا ما نقول I was filled with concern after reading the newspaper. يعني أنا اتمليت بالقلق بعد ما قرأت الأخبار. أكيد لما أشوف كل يوم كم ألف واحد مصاب وكم ألف واحد بيموت لازم أشعر بالقلق يعني. ده فيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم إن شاء الله. لو كان الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك كومنت شير واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. أول ما تنزل أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.